يعتبر القلب مسؤولا عن ضخ الدم الغني بالأكسجين إلى باقي الجسم، يزوده بالطاقة اللازمة للقيام بالوظائف. عضلة القلب نفسها تحتاج للتروية بالدم، والشريان التاج الذي نراه هنا هو من يقوم بهذه الوظيفة. في بعض الأحيان يتراكم الكوليسترول في أحد المناطق في الشريان، فيقلل من تدفق الدم لعضلة القلب. إذا بقيت هذه التجمعات في مجرى الدم سيؤدي إلى تراكم المواد عليها، وتكون خثرة تقوم بتقليل أو إيقاف تدفق الدم. هذا الانسداد في الشريان يمنع الدم من الوصول لعضلة القلب، وبالتالي تصبح عضلة القلب تعاني من نقص الأكسجين مما يسبب التلف، وبالتالي تحدث النوبة القلبية لأن القلب لم يعد قادرا على ضخ الدم بالطريقة المناسبة.